السلام عليكم. العراق يطلب رسميا من الأمم المتحدة إنهاء الدور السياسي لبعثة يونامي بحلول العام 2025 بعد مرور أكثر من عقدين على تشكيلها أو وجودها في العراق تحت ضروريات تطوير المؤسسات العراقية ودعم الحوار السياسي والانتخابات وتعزيز حقوق الإنسان وغيرها. الأوساط العراقية انقسمت بين مؤيد ومعارض للقرار. المعارضون يرون في بقاء بعثة هذه البعثة الضمان لاستقرار الديمقراطية الناشئة في العراق لأسباب منها استشراء الفساد في المؤسسات وعدم تمكن الحكومة من الوصول إلى السيطرة الكاملة على ما يسمى بالسلاح المنفلت، ناهيك عن استمرار الانسدادات السياسية التي غالبا ما تتكرر بعد كل استحقاق انتخابي. أما المؤيدون فإنهم يرون في بقاء هذه البعثة على أنه سطوة ووصاية على العملية السياسية التي وصلت إلى مراحل الاستقرار اللي استندت عليها الحكومة في طلبها وأسمتها بالنجاحات التي تمكنت من انتفاء الحاجة لوجود بعثة سياسية في العراق، على أن تركز يونامي على الملفات المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة التغيير المناخي وقضايا التنمية حصراً. هذه القضية ستطرح هذا الأسبوع على طاولة مجلس الأمن لدراسة الطلب العراقي ومطابقته مع التقرير الأممي الأخير الذي يرى أن المهمات السياسية ليونامي تظل ذات أهمية نظراً للتهديدات والتحديات الحالية التي تواجه السلام والأمن في العراق، مع إمكانية إنهاء تدريجي للبعثة خلال عامين. أرحب بكم مشاهدينا الكرام وأرحب بضيوفي الأستاذ حسين الطائي الباحث في الشأن السياسي والسيد محمد الياسري الباحث في الشأن السياسي أيضا والأستاذ صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني من أربيل. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. حياك الله أستاذ حسين. حياكم الله، تحية طيبة لك ولضيوفك الكرام والأستاذ المشاهدين. العراق طلب من الأمم المتحدة أن ينسحبون من بعد هذه الفترة، شنو رأيك؟ والله يعني خليني اقول لك اياها دكتور محمد، انت ما شاء الله لخصت كل شيء، ما يعني بايجاز سريع بدقيقة. انا هذا هذا فقه وقائع يعني طبعا، بس الراي عندكم نجي هسه ندخل بها يعني نتفصل بكل شيء ذكرته انت بين المؤيدين وبين المعارضين. المؤيدين لانهاء عمل بعثة الامم المتحدة اليونامي هم من السياسيين الذين عانوا من ابتزاز مبعوثة الأمم المتحدة جنين هينين بلاسخارت. بكل صراحة جنين بلاسخارت قامت تأخذ خاوات، أتاوات قامت تأخذ من السياسيين العراقيين المتنفذين في السلطة. قامت تأخذ خاوات. يعني شلون خاوات؟ قامت تبتزهم. ليش؟ هنالك أكثر من مرة تصرح وبأكثر من مناسبة وأكثر من إحاطة صارت بالأمم المتحدة ذكرت بوجود وضع غير مستقر في العراق. وهذا تصريحاتها تأثر على المتنفذين في والمشاركين في السلطة. زين. فاليوم أنا شلون أريد أسكتها؟ أسكتها أنا بشكل فجس بالخشنات. ينطونها فلوس. هسه تقول لي أثبت لي، أنا ما أقدر أثبت لك. بس كثير يعني من الأوساط السياسية. جنين بلاسخارت كانت تأخذ أموال من سياسيين عراقيين. كفيلك علي بن أبي طالب تأخذ خوات. أتاوات تأخذ. وهم ليش مجبرين ينطوها؟ عندك أرقام يعني أنا بالضبط والله يعني كل جنطة بجنطتها يعني مو أقل فد من يقال فترة من الفترات إنه واحدة من المناسبات وصلت إنه 3 مليون دولار وصلت لها هدية. 3 مليون دولار هدية لجنين بلاسخارت قبل فترة من أحد الأشخاص، 500,000 دولار وصل لها هدية. أنا تريدني أثبت لك بالدليل؟ كدليل ما عندي. زين، بس اليوم احنا هذه اليوم تقدر تتاكد حتى من نفس الاوساط السياسيه ابتداء من رئيس الجمهوريه او رئيس الوزراء. مقابل شنو؟ السكوت عن الانتهاكات، عن الاوضاع السياسيه الغير مستقره، عن الوضع الامني، عن السلاح المنفلت، عن المؤشرات الموجوده من قبل حقوق الانسان UNDP وغيرها بخصوص الحوار السياسي الغير مستقر. اليوم الاخوان السنه عندهم وضع سياسي دي يتعاركون على رأسة مجلس النواب. زين، اليوم عندك لحد الآن انتهاكات بالسجون العراقية وغيرها من هذه الأمور. بس هاي شنو علاقتها؟ جرائم سلاح منفلت، اغتيالات. هي شنو علاقتها هي؟ يعني شنو علاقتها هي؟ شوف يعني هي بعثة اليونامي يعني ليش سأل يعني نوضح للسادة المشاهدين،
هي جت بعد 2003 بطلب من الحكومة العراقية وبقرار أممي من الأمم المتحدة من أجل يعني التنمية المستدامة والمساعدة بتقديم المشورة والحوارات السياسية وتذويب الخلافات. اليوم كتذويب خلافات السيد محمد الشياع السوداني رئيس الوزراء يقول إحنا لازم ننهي عمل البعثة الأمم المتحدة، الوضع عندنا مستقر. يا عندك وضع مستقر، إذا لحد الآن مضاربوا عركات وبوكسيات على رئاسة مجلس النواب. صارت العركات اليوم في داخل المكون، في داخل الطائفة، الشيعة بيناتهم يتعاركون، السنة بيناتهم يتعاركون. خليني أجيك اليوم، بس شنو علاقة منظمة الأمم المتحدة بخلافات سياسية داخل البلد؟ شنو علاقتهم هم؟ هي عملها سياسي، مختص بالجانب السياسي. اليوم يعني معلومة مهمة أيضا، هم طالبوا بإنهاء عمل اليونامي خصوصا بالمجال السياسي، يبقون بمجالات التنمية والمناخ والمشورة والإصلاح الاقتصادي دور غير سياسي. اليوم منو انطى هاي المساحة الكافية حتى تبتزهم، حتى تأخذ خاوات من يومهم؟ اللي انطى المساحة الأوساط السياسية الغير رسمية. شنو يعني؟ يعني مثلا الزعامات السياسيين اللي موجودين من السنة، من الشيعة، من الأكراد، كلهم ذولا تنطيهم؟ طبعا قامت ينطون مساحات بالتدخل. مثلا اليوم أنا أجيت، أنا ما مشارك بالسلطة اليوم، أجيت وصحت وهوست الحقي لي الأمم المتحدة يجيني البلاسكارت، زين ضربوني صيحوا علي كتلوني، هاي تشتري هاي كيف عليها، هي هاي شغلها اختصاصها، بس هي غير تنطمالات الله خذلة الشعب العراقي، زين خذلة الشعب العراقي بمظاهرات تشرين، بثورة تشرين. لحد الآن ما ساعدت وكشفت من هم ساهم بقتل وتشريد والإخفاء القسري للمتظاهرين والناشطين. زين هي مو كانت الدعاية الثانية، الطرف الثاني إنه الأمم المتحدة كانت تدعم التظاهرات في تشرين؟ وينك وش حكي؟ كيف لك علي؟ إحنا حتى مسوي لها شغلة، نعطيها شغلة، إحنا نصيح لها نلقبها بالخالة. زين تهمت بأكثر من مرة، حتى هي في أحد اللقاءات بالتلفزيون قبل فترة قالوا لها يلقبوش بالخالة ومفدك. فهذا يدل على شيء، كلمة واضحة بحكم أنها قربها للدولة وقربها للمؤسسات. خلينا نسمع الرأي الثاني. حياك الله سيد. حياكم الله سيدنا. هاي قصة شو رأيك بها قصة الأمم المتحدة؟ رحيم صلى الله على محمد وآل محمد، تحية طيبة لكم ولكوادركم ولضيفيك الكريمين وللمشاهدين الكرام. أول شيء أنه أبلاس خارت منذ 2018 هي بدأت تمارس دورا سلبيا سيئا. صوتك ما قاعد شنو عيمك ما أسمع صوتك. من 2018 مارست دورا سلبيا سيئا اتجاه العراق، باعتبار السلطة السياسية في زمان الدكتور عادل عبد المهدي كانت غير منسجمة مع الجانب الأمريكي، لذا كانت جزءا من محركات الفاعلة لفوضى تشرين هي بلاس خارت. شلون؟ نزلت إلى الساحات، التقت بشخصيات، تأسست أحزاب تشرين بدعم كامل من بلاس خارت، كانت مجندة أمريكية بشكل واضح لتمرير السياسات الأمريكية في العراق. يعني بلاس خارت هي اللي أسست أحزاب تشرين؟ دعم الشخصيات اللي نتجت عن تشرين كان بدعم من بلاس خارت. دعمتها بأي شيء؟ دعم مادي، تهيئة الظروف بالكامل، كل الدعم، تهيئة الأجواء، احداث الفوضى، حتى الاساليب التدريبيه. بس قبل احداث الفوضى يعني هي شالت فلوس انطت؟ نعم دعم كان من بلاس خارت، كانت داعمه لتشرين واختيار شخصيات تمثل تشرين في المرحله المقبله، ونجحت في ايصالهم الى البرلمان. طبعا الدعم المالي كان هو الاساس فيها. لا انا ما يصير اقاطعك ارجو المعذره، بس حاله صحيه المشاركه بالعمليه السياسيه بدل ان نقلب فوضى؟ لا لا اسمح لي، انا مو مساله انه المشاركه ام من عدمها، لكن يعني الطريقه التي جاءت بها احزاب تشرين ونتجت عنها غير حضاريه وغير سلميه. كيف؟ احداث فوضى بشكل كامل، تعطيل شعب ناقم. لا لا شعب ناقم مو معنى. هسه انت شوف ما قبل 2019 ليس كما قبل 2019. لا الذي نتج بما بعد الاولى والحزبه الثانيه من الاعمار. لا لا الحزبه شو صارت؟ هاي صارت في زمان السيد السوداني من 2003، ما صارت بزمان الكاظم. نعم حكومه تشرين بعد 2019، حكومه تشرين جاءت بحكومه سيدنا العزيز، حكومه الكاظمي. انا ما اريد اقاطعك سيدنا العزيز، ما جاء عنها انه جاءت حكومه الكاظمي. حكومة المشاركة بالعملية السياسية، واحنا ما نريد واحد يقاطع العملية السياسية. إيه نعم. لكن الذي شنو الفرق؟ انه هؤلاء الشخوص لو نزلوا الى الشارع قبل احداث تشرين صوت واحد والله ما يحصلون، ما حد ينتخبهم. طيب احداث الفوضى، تغيير قانون الانتخابات كان لصالح هذه المجاميع، الدعم الذي حصل عليه من حكومة الكاظمي في الانتخابات لهذه الشخوص، كل هذا الذي حدث، نتائج الانتخابات المزورة والتي فيها انتهاكات كانت حدثت، خروقات كثيرة في نتائج الانتخابات
كلها سببها بلاسكارت ودوره السيء. تمام. نتائج كل الاجهزه الانتخابات نتائج الانتخابات شلون دخلت بها بلاسكارت العمليه الانتخابيه. نعم. شوف الفرق وين من يحترم القانون ومن يخالف القانون. عندما صدرت المحكمه قرار كانت اكو تظاهرات اثنين، تظاهرات مؤيده لنتائج الانتخابات وتظاهرات مضاده، تظاهرات قوى الاطار. عندما صدرت المحكمه وقالت انه هذه النتائج سليمه واحنا اقريناها، شنو كان قرار قوى؟ شوف هذا اللي يحترم القانون، قالت احتراما لقرار المحكمه احنا ننسحب. ليش احترام نتائج؟ اكو جهه نرجع يرجع اليها في النظام السياسي والقانون. انا حديثك باتهام انه هؤلاء تقول لي بلاس خارت تجي تاخذ من السياسيين، لا مو تاخذ من السياسيين، كانت عمليه فساد منظمه. لا مو من السياسيين، كانت عباره اللي اعلنتها صحيفه الجارديان واللي النزاهه تحققت بها بمليار ونص تقريبا. هذا ببرنامج اليو ان دي بي بالضبط، وليس موضوع مال السياسيين. بس اسمح لي، لا مو موضوع السياسيين. لا انا هذا الفرق، هذا غير شكل اللي انا استاذ حسين غير شكل، مو مساله السياسيين، كان هي كانت تريد ان تملي على السياسيين انه هذه يجب ان تطبق بهذه الخطوات. عندما يرفض السياسي ان ينفذ نخرج نرى قوانين القرارات والبيانات اللي تصدر من الامم المتحده تحت عناوين هناك انتهاكات وهناك التعذيب وتعذيب للناشطين، وكل هذه كانت نراها في الإعلام من قبل بلاسخارت. كانت تدير المشروع الأمريكي العجوز الشمطاء هي بلاسخارت، هذه الصورة الحقيقية لها. في كل مفصل من مفاصل إدارتها للعملية التي كانت فيها في العراق من أحد فوضى تشرين إلى الانتخابات حكومة الكاظمي، كلها كانت هي الدورة الأكبر لها. وفي كل هذه، في كل مرحلة من هذه المراحل كانت عبارة عن أزمة مرت للبلد، وأكبر أزمة هي عملية القتال الذي حدث في تلك الخضراء. أكو أكبر منها؟ كان تشرين فوضى. شنو علاقتها؟ لا بسمح لي، لا بسمح لي، بسمح لي. يعني من 2003 ل 2019 البلد كان عايش بنعيم. أستاذ حسين، لا احنا مو مسألة نعيم، اسمح لي، أكو فرق. لا سرقة للمال العام. لا بسمح لي، أنت الآن سياسي. شنو علاقة؟ لا شنو علاقة؟ شنو علاقة؟ اسمح لي أستاذ حسين، شنو علاقة بلاسكارت وبعثة الأمم المتحدة بالقتال اللي حصل داخل الخضراء؟ لا لا اخو، هي الاساس شنو علاقتهم؟ شنو اساسها؟ كانت اول شيء دعمت بشكل كبير انه هذه نتائج انتخابات تكون بهذه الصوره. زين، هذه الاولى. الثانيه، ماذا خلقت هذه الصوره؟ دفعت بان يكون باتجاه اقصاء هذه القوى بعنوان مجموعات مسلحه راعيه لفصائل مسلحه. كل هذا كان الدفع بان هؤلاء يبعدون. زين، نعم، مررت هذه الأساليب، وصل إلى أنه وصلت حالة التظاهرات بين الطرفين. كانت هنا دورها تشاهد أن هناك الطرفين يتظاهران، وأن المرحلة وصلت إلى أنه انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية والدخول إلى المنطقة الخضراء، والحكومة الكاظمي كانت تلزم الصمت، فتحت البيبان، لم تتخذ أن على الأقل حاجزاً بين طرفي التظاهرات. زين، لم تقل للمتظاهرين هنا توقفوا، كان كل شيء مباح في زمان الكاظمي. بهذه الصورة الكاظمي كان رئيس وزراء على الإطار وعلى الشيعة، لا العلاقة بالسنة ولا بالكرد ولا يمهم أصلاً. بهذه الصورة كانت تدار من قبل بلاسخارت، لهذا كانت موقف متفرج، تنتظر أن يتم هناك قتال وأن يكون هناك دماء، كانت تدفع بهذا الاتجاه بلاسخارت. عندما انتهت الهدنة عند اصبح دور بلاسخارت، حاولوا ان يملون الظروف على يملون الشروط على قوى الاطار في اختيار حكومه السيد السوداني. زين، لكن كل هذه ضربت عرض الحائط بالنتيجه انه وصلنا الى مرحله النزاهه. خليني اروح للاستاذ صبحي المندلاوي. حياك الاستاذ صبحي. اهلا وسهلا يا مرحبا. نتحدث اليوم عن طلب الحكومه بانهاء الدور السياسي لبعثه الامم المتحده في العراق. ضيوف في الاستوديو متفقين تقريبا على انه هناك سوء في بعثة الأمم المتحدة، ولكن بطريقة مختلفة. يعني أستاذ حسين يعتقد بأنه أو عنده معلومات يتحدث بها أنه سياسيين من الكرد، من الشيعة، من السنة كانوا ينطون أموال لبلاسكارت. أستاذ محمد يتحدث بطريقة أخرى، ولكن هي بنفس الطريقة. كيف تنظرون على الأقل في الإقليم إلى الطلب العراقي لإنهاء الدور السياسي للأمم المتحدة في العراق؟ نعم، مساء الخير، تحية لك ولضيوفك ولمشاهدي قناتكم الكريمة.
أولا من حق الحكومة الاتحادية دستوريا وقانونيا أن تطالب بإبعاد دور الأمم المتحدة على الأقل بشكل قانوني ودستوري، وهذا حقها القانوني وفق ما تراه مناسبا للبلد ولمصلحة البلد. أيضا لا ننسى أن هذه البعثة الأممية هي جاءت بطلب من العراق، وبالتالي بإمكان العراق أن يطلب ترحيلهم أو إغلاق بعثتهم. لكن حقيقة ربما نحن ننظر للموضوع من جانب آخر، الجانب الأممي أو البعثة الأممية هي تعمل بالعراق بشكل طوعي وبدور مساعد، يعني هذا العنوان العريض لهم، لكن تأثير هذه البعثة وتقاريرها إلى المجتمع الدولي هي تقارير مهمة، وربما الكثير من الدول والكثير من البعثات تهتم بهذه التقارير باعتبار أنها على الأقل هي حيادية، وفق ما من المفترض أن تكون حيادية، وبالتالي عملية التفاعل مع البعثات الأممية دوليا وإعطاء وجهة العراق دوليا للعراق أمر مهم. خاصة شنو اللي طلع منها هسه العراق؟ هسه العراق شنو صورته أمام العالم من تقارير الأمم المتحدة؟ بالتأكيد هي صور مبهمة، يعني لا ليش صور مبهمة؟ واضحة، يعني تقاريرهم ما بها تقرير إيجابي، يعني اللي الآن الأجنبي اللي تتحدث عن العراق يعتقد بأنه العراق هو ساحة من الدماء والصراع ولا يمكن حتى يمشي بالشارع، وهذا مو حقيقي. احنا قاعد نعيش في بغداد، المفروض احنا نعمل على كيفية تغيير هذه الصورة. يعني اذا كانت فعلا العراق خالي من هذه الامور، يفترض انه عندنا الدليل القوي اللي يدحض التقارير اللي ممكن تبعثها، ولو انا ما اشوف يعني هذا الحجم من جرائم تصير في كل العالم، جريمة منظمة. لكن نعم اقول لك قبل اسبوع ام فهد هاي البلوجر كتلوها وسلاح بدون كاتم هم نوصل للحال به، يعني حتى مو كاتم. شنو الربط يعني مدى افته؟ احنا مو تقولون الوضع مستقر لازم وهاي قاعد تنقل اخبار غير حقيقيه للمجتمع الدولي والناس الاجانب او السياح من قاعد يسمعون من مثل ما تفضلت انت ودكتور محمد جنابك الكريم، جاي اقول لكم انا قبل اسبوع ام فهد هاي البلوجر كتلوها بباب بيتها وبدون كاتم واخذ راحتها. اجرام تحصل في كل دوله. اذا يعني اكو امور حقيقيه موجوده بالساحه العراقيه، وبالتالي احنا ما نريد نجمل الموضوع ولا نريد نضخم الموضوع اكثر من اللازم. بكل الاحوال يعني احنا انا رايي اقول انه ما نلغي نطلب الغاء دور الامم المتحده بقدر ما اذا كانت لدينا اتهامات او شيء يخص الممثل او الممثله للامم المتحده بالعراق، بامكاننا ان نطالب قانونيا بتغييرها. يعني هذه الامور ممكن نلجا لها، لكن عمليه الغاء دور الامم المتحده اعتقد يضر العراق دوليا. يعني يضر العراق دوليا، المجتمع الدولي انه ينظر الى هذه التقارير باهميه بالغه. يعني هي احيان كثيره تكون سبب في اصدار قرارات دوليه، واحيان كثيره تكون سبب في تهدئه الاوضاع وبالعكس تقديم المساعده من الدول وكل هذه الامور. وبالتالي يعني هذه الاتهامات التي تطلق على ممثله الامم المتحده كما قال ضيوفك هي بدون دلائل، يعني احنا ما عندنا دليل ولا الحكومه العراقيه عندها دليل، والا اذا اكو دلائل على هذا الكلام سواء مساله اخذ فلوس او غيرها بامكان يعني تقديم. استاذ صبحي فقط في مداخله اذا تسمح لي استاذ صبحي. نعم. انه الحكومه مال فضيحه الامم المتحده واللي صارت في تكلفه النزاهه والتحقيق بعمليات الابتزاز والرشاوي اللي يتقاضوها ممثلي الامم المتحده، هذه هاي نظره ايجابيه تعتبر على المكتب الاممي اللي يمثل الامم المتحده في العراق؟ هذه اخوها هي فيها دلائل الحكومه قاعد تحقق بيها، يعني هي مو جانب سلبي حتى بهالصوره. نعم اذا اكو دلائل فبالتاكيد هذا الحكومه علنت حولت الى النزاهه يا استاذ صبحي. تقديمه للامم المتحده اذا كانت الموضوع موضوع اشخاص فممكن محاسبتهم، ممكن طردهم، ممكن. لكن لا، هو احنا شنو الداعي العراق قاصر ان يكون عليه وصايه من الامم المتحده؟
احنا ما عندنا نظام سياسي مستقر. الموضوع مو موضوع وصاية، هو مو وصاية. لا لا كان ممارسة وصاية من بلاسكارت في الفترة الماضية. لا ماكو قرار دولي بأن يكون وصاية على العراق، يعني خلي يكون واضح الموضوع. احنا يعني ماكو قرارات دولية أن تكون هناك وصاية على العراق، وإذا كانت أكو مثل هذا القرار لا طلب العراق. لا ليس قرار ما قامت به، لا عفوا دكتور، ما قامت به بلاسكارت في فترة ولايتها في العراق هي كانت تتحكم بمصير العراق والشعب العراقي وتتدخل في أمور لا تخصها من الناحية السياسية. زين كمل استاذ صبحي. أنا دا أقول عفوا أنا دا أقول لك إنه إذا كان هذا الكلام في دلائل وبإمكان الحكومة العراقية أن تقدم وتطلب إلغاء دورها أو إلغاء تبديلها مثلا، لكن أنه أنت تطلب أن تلغي دور الأمم المتحدة، يعني أنا أعتقد بأنه بالجانب الدولي وسمعة العراق دوليا وما نريده إحنا أن نوصل صورة العراق، أعتقد أنه راح يكون نتائج سلبية. زين هو أصلا دور الأمم المتحدة قانونا هو دور استشاري ما له علاقة بأي شيء آخر. ثانيا معلوماتي ما أدري إذا مؤكدة أو لا، أصلا حتى اتفاقية مقر ما عندهم بالعراق، بس الجماعة يعتبرونها هي الجهة اللي صاحبة الوصاية على كل شيء، بإمكانها تحاسب الحكومات، بإمكانها تحاسب الكذا، تتدخل وتروح تقعد بين الزعماء المختلفين، هذا ماكو، هذا أصلا مو دورها ولا لها علاقة به، بس احنا بعيون الخضر دائما يحكمنا واذا شفنا بعيون الخضر انتهى الموضوع. لا اخو في الانتخابات بنتائج الانتخابات هي اعلنت بعد العمليه الانتخابيه وباركت، ولكن ولا توجد هناك خروقات وان العمليه جرت بانسيابيه وشفافيه حتى قبل ان تعلن المفوضيه. تمام استاذ حسين، هذا هسه أستاذ محمد يقول لك أحزاب اللي نشأت بعد تشرين كانت مدعومة بأموال من بلاسكارت نفسها من الأمم المتحدة، شنو علاقة بلاسكارت بهاي الأحزاب؟ شنو علاقة الأمم المتحدة بأحزاب تنشأ وتعطيها فلوس؟ هاي الأمم المتحدة المفروض جزء منها بوضعها بالحياد. طبعا هذا الحكي كل زين ما ابي شيء خليه يحكي، ولا اقدر ولا اقدر راح اقول له جيب لي دليل اثبت لي انت. شوف من خذل تشرين بالاسم جنين بلاسكارت، جنين بلاسكارت من خذلت الشعب العراقي جنين بلاسكارت. ليش كانت بيناتهم اتفاقيه اقول لك اياها، دورها كان ان تحمي المتظاهرين، ان تحمي المتظاهرين بان يكون هنالك يعني ان تصل رسالتهم وصوتهم من خلال دور الوساطه من قبل الامم المتحده المتمثله بجنين بلاسكارت. اليوم اذا انت تيجي تفصل لي والله صارت حيره، أنا أطلع بكثير من اللقاءات بالتلفزيون لو نقعد نتحاور ونسولف، يقولون عوف الشارع، تحرقون تايرات، تسوون فوضى، تكتلون، تضربون، عمي روح شاركوا بالعملية السياسية، أجينا شاركنا بالعملية السياسية وأني هذه يعني ما يخالف شاركوا، بس مو يعني شاركون بدعم من بلاسكارت، ماكو هيك شنو علاقة بلاسكارت هاي جهة. خلي أجيك قبل فترة، قبل أيام كانت ذكرى استشهاد أخونا وصديقنا الناشط إيهاب الوزني في كربلاء. وصل الحال عائلة إيهاب الوزني يعني نصبت خيمة بالشارع على مود بس تلتقي بجنين بلاسكارت، وبعد ما انحرجت أمام وسائل الإعلام وشون الطريقة اللي صارت المذلة لوالدة الشهيد إيهاب الوزني، راحت لهم للبيت قلت لهم ما لكم علاقة وأنا راح أساعدكم وقدموا لي الأدلة بمن قتل إيهاب الوزني. زين هي شنو ساعدهم؟ أنا ما قاعد أفتهم. لا مو هي شنو شغلها؟ شوف قاضي خل اقول لك اياها دكتور محمد، التظاهرات هي نتاج عمليه سياسيه غير مستقره. انا اليوم اغير العمليه السياسيه، اختلف وياك، التظاهرات جاءت في وقت الاستقرار السياسي الكامل. بس خلي لا خلينا نضيف لك فد نقطه، في هذه الفتره اللي طلعت فيها تشرين كان عندنا لاول مره نرى معارضه سياسيه وقوى لم تشترك في الحكومه. من هو تيار الحكمة؟ ما كان مشترك، حزب الفضيلة ما كان مشترك في وقتها في حكومة السلام. ما شاف الوضع مستقر. لا قالوا احنا لزمنا جانب المعارضة، هذا في الأول. في تشرين ثلاث قوى رئيسية كانت ممولة داعمة وحاضرة في تشرين وأعلنتها بشكل رسمي. من هو؟ أنا راح أعطيك إياها. أنا أقصد داعمة لتشرين. من هي هاي؟ الان اذا تجي لا بس اسمح لي، مو ما في جمله ما بينت على من دعت الدعيه، انطيني اياهم. اول شيء كان خو تيار الحكمه جزء من تشرين. زين
واحد وتغريدات السيد عمار الحكيم خو كانت واضحه داعم الجزء واحد زين. الثانيه التيار الصدري كان حاضر في تشرين وحامي لتشرين اثنين تمام وحزب الفضيله كان هم جزء في تشرين ثلاث قوى اساسيه. لا انا اضيف لك بعد انا اضيف لك من يمي ضيف لهم دوله القانون على متمثله بزعامه السيد نور المالكي نزلوا جمهورهم ونزلوا دعمهم اللوجستي في تشرين. اضيف لك بعد محمد الحلبوسي تقدم اضيف لك بعد مسعود البرزاني محمد الحلبوسي صحيح كل القوى السياسيه رادت تركب تشرين لانه الحلبوسي دعم تشرين في بغداد والوسط والجنوب ولكن منع تشرين ان تمتد للانبار زين. ذول فاهمهم القيادات الشيعيه ليش؟ لانه هاي بساحتهم. نعم شنو علاقه محمد الحلبوسي ومسعود برزاني انه دعمهم تشرين؟ طبعا اللي بعد دعموها بيش بموال؟ شوف لا لا شوف خليني اقول لك اياها نزلوا جمهورهم امورهم اللوجستيه اليوم عن طريق مثلا مثال يعني عفوا عن طريق السيد وعن طريق الدكتور محمد ياهل يجي قام ينطي مساعدات اكل وشرب وهذه لديمومة التظاهرات وركبت بفتره من الفترات بعد هذول شنو علاقه هذول شنو علاقه مو بساحتهم هذول المستقلين بعد ما شافوا انه التظاهرات وصلت مرحله في فتره من الفترات وقبل فتره قليله علي الصيف قالت احنا بنين خاتلين ببيوتنا وانهزمنا في تشرين توقعنا اي لحظه احنا بعد خلاص وضعيتنا انتهت زين. تشرين في لحظه من اللحظات انهت احرجت غيرت البوصله في العمليه السياسيه نحو الأسوأ ولكن زين ذول اللي ذكرناهم انا بس افتهم ذول اللي ذكرتهم اللي ذكرتهم شنو علاقتهم بالموضوع اللي ذكرتهم على مود يدخلون لاطاله امد التظاهرات من اجل افسادها كل ما تطيل التظاهرات امدها كل ما راح تخترق كل ما راح تكون استنزاف إلها ومضيع للوقت وراح تتشوه صورتها تمام. كانت هذه الغاية من يمها تمام بلاس خارت في هذا الوقت أنتوا يعني ترى حتى أكو فيهم أنت شدري يعني أنزل للتظاهرات سيد أنزل الظاهر بالشارع لو شارك بالعملية السياسية كتشرين لا عزيزي اسمح لي احنا ما أريدك توجهني أنا أعطيك الصورة التظاهر حق مشروع لكل مواطن نعم. ولكن السؤال أنا الظاهر مو اجي احرق منازل الناس اجي احرق مقرات الاحزاب اجي مؤسسات ممتلكات الدولة لا 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 احرق المقرات الاحزاب معروفين لا تقول معروفين انت شجاع اسمح لي انت شجاع لا انا دا اقول لك بس اسمح لي لا ما خليني اكلمك الشجاعه اسميها بمسمياتها خليني ارجع لبلاس لا انا قلت لك خليني ارجع لبلاس خارت انا اقول لك الحاضنه من تشرين انت في تشرين قلت انتوا احنا نتبرى من اللي يحرقه وقولوا فلان مو اني اقول انا شنو التشريع انا ما ذكرت انا ذكرت حرق مقرات انا ذكرت يعني انت تنكر حرق المقرات لا سؤال تنكر حرق المقرات نعم تنكر حرق المقرات ومؤسسات الدوله احترقت المقرات صراحه ما استغل التشرين من اي واحد من قبل من اللي عدا عداوه ضرب باسم تشرين اللي حرق باسم تشرين زين جديد بلاس خالد يعني شنو مظاهرات استاذ محمد بس اسمح لي مظاهرات غير مسيطر عليها فوضى اذا ليش فوضى من اخترق اذا خلت ليش اذا من اخترق الفوضى السلاح المنفلت اللي موجود خلونا اجيك بلاس خلونا بموضوع 33000 جريح في تشرين شنو علاقتها بلاس خارت بخذلت هي فوضت من الأمم المتحدة وبتخوين من الحكومة العراقية ومن السياسيين العراقيين حتى تكون وسيط بين المطالب الشعب الذي تظاهر وبين السياسي وبين الحكومة اللي موجودة وبين الطبقة السياسية المنظومة السياسية عادل عبد المهدي هيك حتى لو طلع هي من المنظومة السياسية خولوها بشكل رسمي نعم خولت مو بكيف تحركت خولوها متحدة وتشرين تشرين مو فرضت على تشرين هسه الشخصيات من تشرين اليوم طلعت عندي هؤلاء اللي كانوا متصدين سيدنا الغالي نواف في البرلمان من تشرين سيدنا اللي اسسوا احزاب من تشرين هذه حاله طبيعيه صحيه انا شايف من الانتخابات انا ما اقول لك واستغلوا حكومه الكاظمي ودعم حكومه الكاظمي وقتها خلي اقول افشل واحد دار الحكومات حكومه راس الوزراء ولكن الوحيد انت ما من الشخصيات انت ما بتعرف انا مولع هسه ما قصدك انا قصدت الشخصيات المحسوبه على تشرين الشخصيه الوحيده التي كل السياسيين اللي فكرتها اللي رشحوا لرئاسه الوزراء رفعوا صورهم مرفوضين الا الكاظمي طبعا. كانت عليه موافقه من تشرين هسه هاي استاذ حسين هسه استاذ صبحي يقول لك هاي بعثة الامم المتحده هسه بلاس خارت هو شخص تخويل عندها من الحكومه دكتور مو كيفك
شنو تخويل؟ تخويل موجودة عملها وطلب من الحكومة العراقية العمل من أجل اللي ذكرناهم بالبداية تذويب الخلافات والحوارات السياسية وإيجاد حل أي انسداد سياسي أن يكون. زين هسه أستاذ صبحي يقول لك إذا طلعوا فهذا مو صحيح. إذا طلعوا يعني هذا راح يضر البلد. هم هسه موجودين. تقاريرهم اللي تصدر هي مهمة بالنسبة للعراق خارج. خليني أقول لك بشغلة، إذا سحبت البعثة الأمم المتحدة. تتوقع بس اليون دي بي لمسائل حقوق الانسان وهاي هم ما قاعد تشتغل ذاك الشيء. اليون دي بي ما له علاقه بحقوق الانسان، له علاقه بالبرامج، هذا برنامج الانماء الاغاثه والتنمويه. اذا انسحبت فانا اقول لك ياها العراق بعد اسوء حيعامل معامله من الامم المتحده. انا في وجهه نظري ليش يعني الامم المتحده الامم المتحده هاي تسميه المؤسسه الامم المتحده مؤسسه فاسده تنتهك الشعوب الفقيره. اوكي هسه انا كنت تناقض بكلامك جايه كان اذا انسحبت هاي المؤسسه فالعراق للاسوء بينما هي مؤسسه فاسده تقول انت. خلي بس شوي ارجع لك على الجزئيه التشرين واصعد ما اطلع من موضوعنا. بس اختصر لي شلون مؤسسه فاسده وشلون اذا طلعت من العراق راح يروح للاسوء. جايه كاني العراق اذا طلعت من العراق يروح للاسوء. وجودها بالعراق هي مجرد شماعه خوف للسياسيين وللسلطة اللي موجودة. زين اليوم السلطة بنظرها تشوف عمل الأمم المتحدة إنه ما نقدر نغلط قدامهم. زين هسه بنظري زينة مو زينة، بس هاي أمم متحدة قرار واحد من مجلس الأمن العراقي ينعزل. زين ينعزل أممياً. لا تروح في هواي بهذا الجانب. يعني موضوع مجلس الأمن والبعثة الأممية يعني أكو فوارق كبيرة. مجلس الأمن ذاك قرار يتخذ ومن قبل أعضاء الدائمين والغير الدائمين. مؤسس العراق. أنا الفرق وين؟ الوجود البعثة أنه تنقل تقاريرها إلى الأمين العام للأمم المتحدة. هذه كمؤسسة. زين. مختلفة تماماً. أنا أعرف موضوع. لا الفكرة وين؟ العمل مشترك مرتبط. لا الفرق وين؟ أنت اللي ما تقدر تقوله أو ما إذا في بالك أو تريد تقوله لا حتى أوضحها بشكل أكثر. إنه الدور الأمريكي في هذه المرحلة شنو؟ احنا نتحدث هنا اللي صاحب الدور هو الدور الامريكي. وجود البعثة الأممية هو من قص للنظام السياسي. تمام يعني الامريكان مسيطرين على بعثة الامم المتحدة وهاي القص مو بس على بعثة على الامم المتحدة بالكامل. والا شفت موقف الامم المتحدة من فلسطين؟ طبعا أسوأ منه اكو. انا قلت لك هي فاسدة الامم المتحدة. هسه انا ما اذكر اذكر شخص اني اخاف يعني اكو ناس يمكن يعني اجرح مشاعرها. في فترة من الفترات الزعيم الليبي معمر القذافي في وسط الأمم المتحدة مزق ميثاق الأمم المتحدة ورماه قال لهم أنت ولا شيء. هذه رسالة من رئيس يحكم دولة ليبيا تعتبر دولة عظمى، دولة لا بأس بيها وصار له سنين، فمن حكاها ما حكاها من فراغ. زين اليوم احنا شريد نوصل نقوله هي حيرة بقيت بعثة الأمم المتحدة في العراق بكل صراحة من وجهة من قراءتنا ما قاعد توصل لأي حلول سياسية، وبدليل حاليا عندنا مشاكل سياسية على مستوى اختيار رئيس مجلس النواب ما قاعد يصير لنا أي حل. انسحابها راح يحرج الحكومة العراقية، ومن الممكن هنالك أن تكون توصيات من جنين بلاسخارت بدليل توصياتها الأخيرة قبل ما تطلع قالت أنا شرط خامس حنهي عملي مصروحة من النزاهة العراقية أول قالت أنا حنهي عملي أنهي عملي بس ويا اللي حاطة مالتها وصفت أنه هنالك سلاح منفلت وهنالك وضع هش. زين هذا شلون انت تجي تسد هذا الموضوع والامم المتحده قاعده تراقب وتباوع؟ يعني الدول اليوم جاي تراقب الوضع بالعراق. تمام هاي هي حيره، بقائها او من انسحابها حيره. زين تقول خلي جنرال بلاسخارت خلي تخلص روحها من النزاهه العراقيه. طبعا ما ود واحد طلع بالتلفزيون قال انا بايك اي والله فلان وهاي الحراميه ضالين جاما العراقيين ما حاكمينهم. بس اسمح لي العراقيين ما حاكمينهم. نور زهير يفتر وهسه النزاهة العراقية تروح تحاسب بلاسخارت. لا مو على المسألة هنا، الفرق وين؟ انه كفضيحة أممية للمنظمة الممثلة الأممية ومكتب التمثيل الأممي عندما يكون للأمم المتحدة بفضيحة هذه ليست سهلة. هاي مو أول مرة ترى بالأمم المتحدة. لا صحيح وكالات الأمم المتحدة باليمن إجراء الحكومات وين؟ فضائح في كل لا ولا تعد ولا تحصى. ولكن وين؟ عندما تكون من عملية المتابعة الدقيقة من حكومة كانت واضحة في تعاملها مع هذه الإجراءات باعتبار أنه وجود هذه البعثة وتقارير بلاسخارت حقيقة أزعجت العراق، أزعجت الحكومة، سببت مشاكل يومية طالعة، انتهاكات، مشكلة السلاح منفلت وغيرها. من هذه الحجج والأكاذيب يومية نزلت لنا في البيان. النتيجة وين؟
الحكومة من حولتها إلى هذا بشكل متابع ودقيق حتى تقولهم يابا هاي فضيحتكم أو أقعدوا اسكتوا بعد إحنا خلاص إحنا قاصرين مو قاصرين نظام سياسي استقرار عندنا الآن لم نشهد بيئة سياسية مستقرة من العراق مثل ما نشهد الآن تحالف إدارة الدولة داعم للحكومة زين قوى الإطار داعمة للحكومة القوى السياسية الأخرى كلها متفقة على أن هذه الحكومة تمام. هي أنجح حكومة يقول لك رئيس مجلس النواب ما قادرين يختارونه هاي مشكلة وين الثانية البارحة اغتالوا وحدة هنا بلوغر لا هسه هاي أول شيء ما هاي قضية البلوغر هاي أولا الجرائم هي في نفسها أمريكا أم الديمقراطية والأمن واللي حاكمه بيها روح شوف الجرائم اللي موجودة جرائم منظمة سيدنا الله العزيز الفرق وين الفرق وين أنه الجريمة تحدث هذا الواحد النقطة الثانية انه مساله انه رئاسه مجلس النواب هاي قضيه سياسيه الان احنا في النظام السياسي عندنا وهذا ايضا محدد بالدستور يشغل منصب اكو الوكيل ينوب عنه زين. يكمل اجراءات ما عندنا مشكله صارت مثل فراغ بان رئاسه مجلس النواب بعد ماكو احد يكون رئيس مجلس النواب وقعدنا وسكتنا لا احنا عندنا نائب اللي هو السيد المندلاوي وقاعد دار تمام هذه نقطه النقطه الثالثه المشكله داخل المكون السني نفسهم السياسيين السنه مو في مشكله زين. احنا هنا من نحكي من نقول الزعيم التركي كبيرهم من اجا وقعدهم واجتمع بهم كلهم بدون العلم العراقي هذا هنا يفترض السؤال للسنه مو السؤال للشيعة او السؤال للحكومه وين لان هذا موقفهم هذا احترام القوى السياسيه زين. الشيعيه تمام. للمكون السني هذا تمام هسه احنا عندنا مشكله مع مثلا بين الاقليم وبين الحكومه بين الاتحادي عندنا قوى سياسيه وقانون كان هناك تدخل من الامم المتحده في مثل هذه الموضوعات الان لو فرضا لم تحل الامم المتحده دورا واحدا في العراق او مشكله حلتها وحده الامم المتحده طلعها وحده منهم احنا مشكلتنا قضيه بغداد واربيل اتفاق ما بين القوى الكرديه والقوى الشيعيه والحكومه لو يجي سيد نيجربان برزاني يزور السيد السوداني يتفقون لو كذلك اتفاق أكبر أزمة اللي هي كانت قضية التحالف الثلاثي ودخول الحزب الديمقراطي على الخط كان قيادات السياسية بما فيهم السيد العامري ذهب إلى أربيل بعض القيادات السياسية السيد المالكي ذهب إلى أربيل واجتمعوا وياهم احنا ما عندنا فد مشكلة نوصل بحيث مرحلة قطيعة قلت لك احنا أكبر أزمة افتعلتها بلاسخارت هي أزمة الخضراء حلتها القوى السياسية ما حلتها الأمم المتحدة كانت دعم السلبي من بلاسخارت لهذه الفوضى تمام استاذ صبحي انا قبل ان تتحول استاذ صبحي قل لي الان اي ازمه تحدث شوف القوى مال البيت السني او البيت الكردي او البيت الشيعي تجتمع تحلها تمام استاذ صبحي استاذ صبحي تسمعني نعم اسمعك تمام سمعت هذا الراي اللي يقول انه ذولا ما لهم دور ذولا دورهم الوحيد هم اثاره المشاكل في العراق والا هم غير قادرين على حل اي شيء ويعني وسطوهم قضيه تشرين ويقولون قتلوهم ويقولون اهل تشرين فاشله وسطوهم بقضيه الاقليم وبغداد ويقولون فاشله وسطوهم بكذا فهم اصلا دخولهم هو اصلا مو قانوني بس انا اقول لك الجماعه هنا ما يعرفون شنو القانوني من المو قانوني يعني بدون تجي واحد اجنبي يقعد بيناتنا ويحجنا ما يعرفون القانوني اصلا والقران ما يعرفون حكومتك ما تعرف وعلى مستوى عالي ما يعرفون هم لا يعرفون والله ما عندهم خبره تمام هذول انت تقول حضرتك انه ذولا اذا طلعوا هم سلبي بينما ضيوفي رايهم انه وجودهم بالعراق هو سلبي دكتور فقط ادعوك وادعو الضيوف الكرام انه اعطونا نسبه من الكلام ايضا من المشاركه يعني على الاقل نسبه 12 و نسبتك موجوده لذلك رجعنا لك تفضل على اي حال يعني انا ذكرت الموضوع بشكل عام بدون ان ادخل في تفاصيل وفي ادوار البعثة الامم احنا تجربتنا كاقليم كردستان هي بعثة الامم حقيقه اعتقد انها تجربه ربما تكون ناجحه وهذا مو موضوع مجاملة أو ربما يعتبر البعض أنه لأنه هي عندها مواقف مع الديمقراطي أو كذا لا بالتأكيد هي بالعكس أكو تقارير كثيرة كتبت عن إقليم كردستان نواحي سلبية وإيجابية لكن كان لها دور في المباحثات الأحزاب الكردستانية تقريب وجهات النظر اجتماعات مكثفة كانت مشاركة بي وحتى ولو لم يكن لها أي دور
فبالتأكيد مجرد مشاركتها هو ينطي صورة وانطباع بأنه أكو ممثل أممي، ممثل دولي في هذه الأزمات. وبالتالي أنا من هذه النظرة أنطلق أقول بأنه وجود الأمم المتحدة كأمم متحدة كهيئة هي مهم، مهم للعراق، لأن إحنا إذا نريد ننطي صورة إيجابية للعراق، ننطي الوضع الحقيقي، ما نقول إحنا ما ننكر أنه الوضع العراقي فيه كثير من الأزمات والمشاكل، لكن إذا نقول أنه كلامهم مو صحيح وتقاريرهم مزيفة ومدفوعة و و و إذا إحنا لازم نثبت العكس، لازم نقول أنه يابا ترى أنتم مخطئين بهذا التقرير كذا نقطة كذا، كما إحنا فعلنا في بعض التقارير اللي نشرت ضدنا، بالضبط إحنا واجهناهم بدلائل وقرائن بأنه هذا فيها تجاوزات وأحيانا فيها سماع من أشخاص مغرضين، وبالتالي يفترض أنه نتعامل بإيجابية مع مقر أممي يمثل الأمم المتحدة. أنا من دا أقول أنه يمثل صورة سلبية إذا لغيناه، ما أقصد كجنين بلاسخارت نفسها، وإنما أقصد كأمم متحدة. إحنا لازم ننطي صورة للعالم بأنه الوضع في العراق تغير، الوضع مستقر، الأزمات اللي يبالغون بها هي مو صحيحة، مو بهذا الدرجة. إذا انقطع هذا الصوت وانقطعت هذه التقارير، وبالتأكيد هذا راح ينطي جانب سلبي تجاه العراق، وربما يؤدي إلى صدور قرارات ضد العراق، وبالتالي هذا أمر يضر بالعراق. هذا جانب. الجانب الآخر، ضيف أحد ضيوفك ذكر بأنه شخصيات أو زعامات سياسية سنية وكردية دعمت تشرين، وذكر السيد الرئيس مسعود بارزاني. أنا أقول إحنا الرئيس مسعود بارزاني والقيادة الكردية وقيادة حكومة إقليم كردستان دعمت تشرين بوفق منطلقين فقط. يعني أنت ما تنفي إنه هي دعمت تشرين، يعني السيد مسعود بارزاني دعم تشرين. دعمت بس نعم بس شلون دعمتهم؟ أولا دعمت بأنه أعلنت بأنه حق التظاهر مكفول للشعب العراقي، وبالتالي ما حد ما ينكر بأنه الصحوة اللي صارت بثورة تشرين والمظاهرات اللي طلعت بغض النظر عن كل ما رافقها من تدخلات ومن 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 إلى آخره، لكن فعلا كانت صرخة ضد ضد الظلم، ضد الفساد، وبالتالي هذا إحنا دعمنا هذا الصوت. هذا أولا. ثانيا إحنا دعمنا من خلال ما جرى بعدها، لا لوجستيا تعرف شنو يقصد لوجستيا؟ أكو خيام، أكو مواد غذائية كانت توصل، أكو مجموعة تابعين لي. لا هم حاولوا يحمون الشباب المتظاهرين، يعني لا اسمح لي عزيزي، اسمح لي هذه الأدوار ربما أكو أشخاص بحالة فردية، هذا ما يمثل حكومة إقليم كردستان ولا الحزب الديمقراطي ولا الرئيس مسعود بارزاني. زين. إحنا كدور رسمي كنا نعل أنه إحنا مساندين لمطالبهم. هذا جانب. الجانب الثاني بعد المظاهرات أستاذ الصبحي، ممكن سؤال؟ مستشفياتنا مفتوحة أستاذ الصبحي، كانت ممكن سؤال في هذه النقطة؟ جرحى كانوا في تعالجوا بالأخير. أليس هذا يعتبر نكثا للعهد ما بين الحزب الديمقراطي والقوى الشيعية المشكلة للحكومة؟ ليش ما القوى الشيعية هي نفسها أعلنت مراراً تكرار؟ لا أنا أتحدث القوى التي شكلت الحكومة، كان من ضمنهم مثلاً تحالف الفتح. سيد الشيعة بيئتهم متفقين. لا أنا أتحدث اتفاق ما بين الشيعة وكل النقطة الثانية، الحكومة التي جاءت بلا تشرين تعتبر هذه الصرخة كانت ضد الفساد، التي جاءت بحكومة أفسد حكومة في تاريخ العراق هي حكومة الكاظمي. هل كان هذا إيجابي أم تحول سلبي يا سيد؟ جميع القوى السياسية هي من وقفت وباركت وأيدت رأس الحرب في الكاظمي. تشرين تسللت تشرين إلى السلطة في العراق في زمان الكاظمي. وقت أستاذ صبحي، وقت أستاذ صبحي. لا جاني ولا شفته. خلي جاوب أستاذ صبحي. تفضل أستاذ صبحي. لا كل القوى السياسية، كل القوى السياسية بغض النظر عن هل هو هذا إعلان صحيح أو غلطية، قالت إنه إحنا ندعم. وأنه من حق التظاهر السلمي وكذا، هذا أمر. أما أنه ما جرى خلف الكواليس هذا أمر آخر، إحنا ما كنا شريكين بهذه الأمور. إحنا أقول لك إحنا من حق المواطن، من حق أنه يكون إلى مطالب وأنه يتظاهر. هذا جانب. الجانب الثاني اللي مدى تخلوني أكمل، أنه الحكومة إقليم كردستان وإقليم كردستان هي استقبلت كل الكثير من الجرحى اللي جو الى اقليم كردستان واستقبلناهم. وناشطين تشرين كانوا في كردستان. جرحى نعم جرحى استقبلوا. لا ناشطين مو بس جرحى، هم الناشطين جرحى كردستان ايضا
استقبلناهم وهذا الامر كان خبر ما خفت انا حكيته الشعب العراقي. سيد صبحي ممكن سؤال لماذا الاقليم يضم جميع المعارضين للعمليه السياسيه بما فيهم البعثيين في اربيل بالذات؟ نعم لماذا تضم اربيل وتعج اربيل بالمعارضين للعمليه السياسيه والبعثيين؟ عزيزي خلي اقول لك ثلاث ارباع الشعب العراقي كانوا بعثيين. هذا لا انا اقصد اصحاب الجرائم المطلوبين للقضاء العراقي. احنا لا نسوف الامور بهذه الصوره. بس اسمح لي الله يخليك اعطيك تجربه من عندنا. احنا بال91 عندما صار القرار الدولي ونزلنا من الجبل الى الاداره، اول قرار اتخذ الرئيس مسعود بارزاني بانه هو يعفو عن كل الجحوش اللي كان اعدادهم اعداد مضاعفه من اعداد البيشمركه، عفى عنهم بشرط انهم ما يدخلون باي منصب اداري او منصب سياسي، وبالتالي هذه العمليه هي اللي استطاعت ان تقلب كل الموازين. احنا ما نستقبل البعثيين اللي لهم اللي اجرموا بحق الشعب العراقي واللي دماء مطلوبين دماء، احنا استقبلنا اللي كان لهم دور بالانضمام فقط، كان لهم دور سياسي وصوت هذا الامر. تمام انا جدا اشكرك وضحت الفكرة للجميع بغض النظر عن وجهاتهم بغض النظر وضحت عن ما هم هذا امر. وضحت استاذ صبحي وضحت. شكرا لك استاذ صبحي المندلاوي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني من اربيل. شكرا ايضا للاستاذ حسين الطاي الباحث في الشان السياسي. شكرا ايضا للاستاذ محمد الياسري الباحث في الشان السياسي في الاستوديو. اشكركم مشاهدينا الكرام في امان الله.